صباح الخير عليكم. نهار مش ميشو زوين، يمكن عقلتوا على هذه البلاصه راه حدا الدار. اليوم انا عندي واحد الكتاب باقي جديد قراءه، كتاب عادي التسليه ديال ولدي، ما بقاش محتاج به، قراه شحال هادي. بغيت نوريكم شنو كيديروا في المانيا، هنايا فين ما مشيتي كيديروا واحد الحاجه زوينه، انتما غادي تشوفوها هنا، سميتها أوفنا بوشا شخانك. هذا واحد الماريو ديال الكتوبة لجميع الناس. هانتوما الكتوبة كيما مرتبين وما مشدود ما والو، كتجي وكتختاري الكتاب اللي بغيتي. بغيتي تسلفيه تسلفيه، هو من جوج جهات، بغيتي تاخديه في ديما خديه، كل واحد واللي بغى يديرو يديرو. المهم غادي نوريكم، انا صراحه عمري ما خديت منه، ما كنلقاوش داكشي اللي كيعجبنا، ولكن زعما كايدي ليلى كفكره رائعه. غادي نحط هذا الكتاب هنايا، هانتوما كتيبات راهم باقيين جداد، اللي بغى ياخذ شي حاجه كياخدها، كاين الكبار كاين الصغار، كاين كتوبة غلاض ورقاق المهم صراحة فكرة زوينة. ما حطيت هاد الكتاب، ما عرفتيش انسان فين يدي الاجر اللي يقرا شي حاجة شي وليد وفرح بيها، مرحبا بيه. ايوا هادشي اللي بغيت نوريكم، وهاد الكونسيبت وهاد سميتو فين ما مشيتي كاين، وهادو هما اللي وريت لكم. هنا كاينه واحد ريستورون ديال الزوشي تما لتحت، ديك غريب اللي واحد النهار مشيت وخديت منه ديك لا غلاس، الا كتفكروا كتعقلوا. هنا واحد ريستورون ديال اتراك زوينه، وراه هذيك كاريريسا اللي وريتكم اخر مره في المدينه باقيين دايرين حدانا. وهنا كاين واحد ريستورون ديال لا غلاس، هادشي اللي بغيت نوريكم في هاد الصباح. شوفوا الشجر بدا كيتبدل اللون ديالو، حمار وصفار وخضار، سبحان الله كل وقت وقتها. وهنا كاين واحد الجريدة صغيرة كيلعبوا فيها الوليدات، دايرينها هنايا مدورين عليها باش الدراري ما يخرجوش صغيرين، وحتى الكلاب حاشاكم ما يدخلوش ليهم. كنتمنى لكم نهار زوين، وكنتمنى هذا الفيديو البسيط يكون عجبكم.